والرمل به العلي وبس، هذا اللي صحيت عليه. غير هيك تقولي سمعت شيء، بقول لك ما سمعتش لا صوت انفجارات ولا صوت غير ولا غير، بس الرمل والعريش اللي تهيل علي وخلاص. فجأة واحنا نايمين في خيامنا ضربوها، ما فطلنا غير الاشي رمل بتزقل علينا والاشي، يعني المنظر غير صورة طبيعية، والطنيات بتصرخ. وهذا منطقة ايامنا اللي بيقولنا آمنة، جابونا من بلادنا هنا آمنة. ايش الآمنة اللي فيها هنا؟ ايش المنطقة اللي آمنة؟ وين الشعب؟ وين العرب كلها يتفرجوا علينا؟ ايش مبسوطين على حالنا زي هيك نحنا؟ طب احكي لي لو سمحت. شوف انس ماسك واحد هناك، هذاك بيحكي.